هنروح دلوقتي لموجز لعام الأخبار الفنية ونعرف تفاصيل الحلقات اللي فاتت من المسلسلات الرمضانية ولميا هتعرفنا عليها. شكرا لك يا فسانت. مشاهدينا أهلا بكم وموجز لأهم الأخبار الفنية وآخر تفاصيل مسلسلات رمضان. أنا مش هخلي الصبح يطلع على جعفر العمر. ما هو أنت مش فالحة غير في السهوكة والنحنحة يا أختي. نبدأ كلامنا بالصلاة على الحبيب. تمام يا رجالة؟ تمام يا فندم. هتدفع الثمن غالي يا شيخ موسى. بينك وبينه إيه؟ لا يا جميلة ما اسمحلكيش. لما تتكلمي مع الكبير اتكلمي بأدب. سيدياته كلها معايا. يعني يوم ما يفكر يعمل معايا الدنيئة هيلاقي نفسه في السجن. تحولت عيلة السنينة من عيلة غلبانة ومكسورة لعيلة لها مخالب وأسنان. الرجالة دي مش هتصبر علينا لو ما لقيناش حاجة في المقام ده. المرة الجاية لو كيفك جابك إنك تتعنطر تعنطر على شنب مش على حرمة. الحرمة ما داسها جدعة. إيه اللي جابك هنا دلوقتي؟ أنت هترجع ولا إيه؟ لا أنا بستغرب بس. هيا فين؟ ايه موسم البطه ابتدى ولا ايه؟ هرجع لك تاني. هخلي لك الدمج للركب. هو ينفع يعني السلحة تسابق قرنك؟ عيني على الحلو لما تبهدلوا الايام. ونبدأ نشرتنا الفنية مع الفنان محمود عبد المغني اللي قال إنه شرف كبير وفخر عظيم إنه جسد دور الأسد وأمير الشهداء العقيد محمد هارون. ألف رحمة ونور على روحه الطاهرة وربنا يلهم أهله الصبر. وقال كمان كنت منبهر ببطولته وشجعته حتى قبل ما أقرأ وأسمع أكتر عنه، وكل ما أتعمقت في تفاصيل شخصيته العظيمة دي بزداد فخر وإعجاب بيه لأنه وهب حياته علشان يفدي وطنه وكان مصدر رعب للإرهابيين. الفنان خالد الصاوي قال إنه سعيد بالمشاركة في مسلسل سره الباتع، وأكد إن المسلسل بيلقي الضوء على المفاهيم الإنسانية الوطنية المهمة اللي لازم الجمهور يستفيد منها، خصوصاً الأمور اللي بتهم المجتمع في وقتنا الحالي. الصاوي قال كمان إن المخرج خالد يوسف مخرج منظم وواعي للي بيقدمه وعنده نظرة جوهرية للأمور. اسمع، قلبك الطيب ده ما يشتغلش في مستقبل بيتك. احنا عايزين لها عريس عينها عيان المنطقه، واديك شايف العرسان داخلين خارجين وهي بتقول لا، والواد ده هو اللي واكل دماغها. من بيت مين انت ولا من اهلك؟ مالكش صالح. انا راجل حافظ كتاب الله وكبير طول عمري وعزيز من اهلي. الفنانة جيهان خليل وضحت بعض التفاصيل الخاصة بشخصية دنانير اللي بتقدمها في مسلسل رسالة الإمام مع النجم خالد النبوي. وكتبت جيهان على حسابها موقع فيسبوك: شخصية دنانير هي أم محمد أبو الحسن وهو آخر أبناء الإمام، والأحداث المقبلة هتوضح أكتر العديد من الأمور الخاصة بشخصية دنانير وعلاقتها بالإمام الشافعي. الفنانة لبنى ونس قالت إنها سعيدة لنجاح دورها في مسلسل جعفر العمدة، وقالت أنا ربنا كافئني بالنجاح ده وبشكر المخرج محمد سامي، وشايفة إنه مخرج مبدع لأنه بيحب الممثل وبيهتم بكل كبيرة وصغيرة في دوره. ربنا يعلم أنا تعبت جدا علشان كده ربنا رضاني. مشاهدينا خلصت نشرتنا الفنية ونرجع مرة تانية لمصطفى وبسنت نكمل معاهم باقي فقراتنا. شكراً لكم.